لا تدركه أي لا تحيط به الأبصار، كما قال الله تبارك عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق أي أحاط به الغرق. وقال عن أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا إنا لمدركون أي اقتربوا منا أحاطوا بنا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى عن موسى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا أي إحاطة أو وصولا إليك. فالله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، وأخطأ من يفهمها أي لا تراه الأبصار، وإن المقصود لا تحيط به، وفرق بين الرؤية والإحاطة، فقد ترى الشيء ولا تحيط به كما ترى السماء وأنت لا تحيط بها، ترى البحر ولا تحيط به، فالإحاطة هي من جميع جوانبه، أما الرؤية فممكنة، أما الإحاطة فغير ممكنة لله تبارك وتعالى أبدا، لأنه الكبير لأنه العظيم سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه، فكذلك لا يحيطون بشيء منه سبحانه وتعالى.